لو كنت بتشاهد American movie, لو كنت بتشاهد فيلم أمريكي وفجأة سمعت الجملة دي. She was very salty after the rusted hair. She was very salty after the rusted hair. وعايزك تركز على الكلمة اللي هي salty من الجزء الأول في الجملة, والكلمة الثانية اللي هي rusted في الجزء الثاني من الجملة. خد الكلمتين وروح للديكشناري ابحث عن معناهم. هتلاقي إن كلمة salty في الديكشناري معناها مالح, وكلمة rusted معناها مشوي بالتعرض لتمبريتشر لدرجة حرارة, أو بالوضع in an oven في الفرن, معناها مشوي بالتعرض لحرارة أو الوضع في الفرن. نرجع بقى للجملة الأصلية نحاول نترجم معناها. She was very salty after the rusted hair. يعني كانت مالحة بعد أن شووها. Of course it's nonsense, يعني كلام nonsense ملوش أي معنى. طب ليه الترجمة أو المعنى طلع بالشكل ده؟ المعنى طلع بالشكل ده لأن الجملة اللي أنت سمعتها في movie from real life, من الحياة الواقعية, اللغة اللي الناس بتستخدمها في الواقع, غير اللغة اللي في التكست بوك في الكتاب الورقي أو الكتاب الدراسي. طيب إيه معنى الجملة الصحيح؟ معنى الجملة she was very salty معناها she was very angry. Salty هنا معناها angry يعني غاضب. After the rusted hair, after the rusted hair, rusted هنا معناها mocked. Mocked زي الماضي من mock معناها يسخر. To mock someone, to humiliate someone, إنك تسخر من شخص, إنك تقلل من قيمة شخص by a joke, بنكتة أو بأي كلام ساخر. الجملة كده معناها she was angry after the rusted hair, كانت غاضبة بعد أن سخروا منها. ده الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم, هو slang words, بعض الكلمات العامية from everyday language, من اللغة اليومية, from US real life, من الحياة الواقعية في US. مهم جدا أنك تعرف slang words عشان تقدر تتجنب أي مواقف محرجة, any embarrassing situation, وعشان أيضا تقدر تفهم الحوار الواقعي ويكون عندك قدرة على speaking and understanding what you listen to, عشان تقدر تتحدث وتفهم اللي انت بتسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معكم حسام الدش. أهمية slang words لا تقل عن الأهمية لدراسة standard language, اللغة القياسية أو الفصحى. الكلمات اللي هقدمها اليوم كلها very essential, أساسية, uncommon, وشائعة, وتستخدم بشكل متكرر in everyday language, في اللغة اليومية. أول كلمة هبدأ بها هي كلمة beat. النورمال تيرم في المعنى العام كلمة beat معناها to win, إنك تفوز أو تهزم, or to hit أو تضرب. For example, Liverpool beat Manchester United. Liverpool يعني فريق Liverpool beat, هزم Manchester United, فريق Manchester United. ده معنى كلمة beat هنا, to win or to overcome, تتغلب على إنك تفوز على. المعنى الثاني هو hit. For example, Jack stop beating your brother. Stop beating your brother, توقف عن ضرب أخاك, ده معنى beat. لكن لما تستخدم كadjective يعني كصفة, المعنى بيكون مختلف. معناها بيكون exhausted or tired. Exhausted اللي هي مرهق, or tired. For example, I'm beat. I'm beat. المقصود I'm beat, I'm tired or exhausted. ممكن أقول لواحد you look beat, what have you been doing? You look beat, تبدو مرهق, what have you been doing? ممكن يرد علي ويقول لي I have been helping my dad in the yard all morning. I have been helping my dad in the yard all morning. كنت بساعد والدي في الحديقة طول اليوم. So you look beat, I'm beat. المقصود بيها أنا مرهق, I'm exhausted, I am tired. الكلمة الثانية هي كلمة sick. Sick أول ما بتسمعها اللي بيخطر في بالك coughing and sneezing, يعني الكحة والعطس, يعني مريض, شخص مريض, he's sick. وده صح, لكن sick as a slang word ككلمة في اللغة العامية معناها مختلف تماما. تعال نسمع الجملة دي. Why didn't you come to the party yesterday? لماذا لم تأتي إلى الحفلة أمس؟ It was sick. It was sick. It was awesome and cool. يعني كانت رائعة. يبقى لازم تقولها بطريقة تبين انك تقصد انها رائعة. لو واحد سألك على سبيل المثال Have you ever been to Paris before? Have you ever been to Paris before? عمرك رحت باريس قبل كده؟ ممكن تقول Yeah, a few times, مرات قليلة. It was sick. It was sick معناها كانت awesome or cool, كانت رائعة. يبقى معنى كلمة sick هنا معناها رائع أو جيد جدا. ممكن حوار يدور بين اتنين. You missed a sick party last night. You missed a sick party last night. يعني فاتك حفلة رائعة last night, ليلة أمس. You missed a sick party last night. ممكن يرد عليك لك Oh man, I know I should have gone. I should have gone. يعني كان لازم أروح. Epic fail. Epic fail. كلمة epic معناها huge, يعني ضخم. Fail أعتقد أنكم تعرفوا معنى fail. Fail معناها يفشل أو يرسب. أما الكلمتين دول بيجوا ورا بعض
epic fail. المعنى المقصود a big failure يعني فشل كبير or complete disaster أو كارثة كاملة. ده معنى epic fail. دائما نستخدم epic fail to exaggerate the idea of failing. عشان تبالغ أو تبين the idea exaggerate the idea of failing. فكرة الرسوب أو الفشل كانت big كانت كبيرة كانت complete disaster يعني كارثة كاملة. بستخدم epic fail. For example, the team lost the game by 30 points. The team lost the game by 30 points. الفريق خسر المباراة بفارق 30 نقطة. ممكن حد يرد that's an epic fail. That's an epic fail. That's a big failure. هذا فشل كبير. اثنين طلاب بيسألوا بعض. الأول قال له Did you get your test marks? Did you get your test marks? هل حصلت على درجاتك في الاختبار؟ الثاني رد عليه قال له Yes, it was an epic fail. It was an epic fail. كانت فشل كبير. And I have to redo the classes again. I have to do the classes again. يعني لازم أدي الحصص دي أو المواد دي مرة تانية. Now we have ripped. Ripped. R-I-P-P-E-D. بنطق هنا الED تاء. Ripped. Like that. Ripped is an adjective. Ripped معناها الحرفي torn. يعني ممزق. You can rip jeans. تقدر ممكن بنطلون جينز يتمزق. You can rip a piece of paper. تقدر تمزق قطعة من الورق. ولكن ripped معناها مختلف عن torn تماما. Ripped بستخدمها to describe someone who has huge muscles or great muscles. بستخدم ripped عشان أوصف بها شخص عنده great muscles يعني عضلات عظيمة أو huge ضخمة or huge body أو جسم ضخم. يبقى ما أقول he is ripped معناه إيه؟ He has great muscles يعني عنده عضلات great عظيمة. ده معنى ripped. For example, dude you're so ripped, what's your secret? Dude means man or guy. Dude you're so ripped. You're so ripped, you have great muscle. What's your secret? ما هو سرك؟ ممكن يرد عليك يقول لك gym 2 hours a day. يعني بروح الجيم ساعتين في اليوم. Now chill out. Chill out. Everyone wants to chill out. الكل عايز chill out. يعني chill out الأول. Chill out means to relax. Relax معناها يسترخي. هي chill out. أقدر استخدم chill out بمعنى relax وأيضا استخدم chill without out بدون out أيضا معناها to relax. طيب نسمع الحوار ده مع بعض. Hey, what are you guys doing? Hey, what are you guys doing? بتعملوا إيه يا جماعة؟ ممكن يرد يقولوا we're just chilling out. We're just, we are. We're just chilling out. We're here, we are. We're just chilling out معناها إحنا we are relaxing. ده معنى chilling out. What did you do in the weekend? What did you do in the weekend? Nothing much, مش كتير. Just chilling out, يعني مجرد relaxing, استرخاء. بس if someone tells you, you need to chill out. If someone tells you, you need to chill out. هنا معناها مش معنى إيجابي زي الأول اللي هو relax, no. هنا معناها you are overacting, انت بتبالغ. You're nervous, you get angry about very silly things. يعني انت بتتضايق من أشياء سخيفة أو بسيطة جدا. هنا chill out means calm down. يعني اهدأ, الأمر لا يستدعي هذه العصبية أو المبالغة. لو طالب مثلا على سبيل المثال بيتكلم بيقول I can't believe the test we had. I'm sure I'm going to fail. I can't believe the test we had. مش قادر أصدق الاختبار اللي احنا أخذناه. I'm sure I'm going to fail. أنا واثق إن أنا هرسب. ممكن زميله يرد عليه يقول له You need to chill out and stop thinking too much. You need to chill out. محتاج إنك تهدى. And stop thinking too much. وتوقف عن التفكير كثير. Now we have the word wheels. The word wheels. Wheels معناها عجلات. Many things have wheels. حاجات كثيرة لها wheels. Buses, cars, bikes, motor bikes. كل الأشياء دي لها wheels لها عجلات. لكن لما واحد يشير إلى wheels تخصه مش معناها بقى عجلات تخصني. المقصود بها my car. For example, if you ask a friend of yours, لو طلبت من زميل ليك أو صديق ليك, can you pick me up at 5 o'clock? Can you pick me up? يعني ممكن تاخدني من مكان عملي أو أي مكان at 5 o'clock. ممكن ترد عليه تقول له sorry I can't, I don't have wheels right now. Sorry I can't, لا أستطيع. I don't have wheels right now معناها ليس معي سيارة الآن. يمكن تكون في الصيانة أو بتصلح. ده معنى I don't have wheels right now. شخص مثلا تعرفه اشترى سيارة فعايز تقول له سيارة حلوة بتجمله تقدر تقول له nice wheels. Nice wheels مش معناها عجلات لطيفة. Nice wheels معناها nice car يعني سيارة nice. This is the meaning of nice wheels.
عرفنا ان wheels معناها car. Now we go to the verb past. عندنا الفعل past and pasted as an adjective. عندنا past and pasted. Now the first one, past معناها if you pass someone, يعني لو عملت past someone معناها you caught them doing something they shouldn't be doing. انك مسكت شخص او قبضت على شخص بيفعل شيء ما كانش لازم ان هو يعمله او يفعله يعني شيء غلط. For example, the police passed people every day. The police, الشرطة, passed people every day. يعني بتقبض على الناس كل يوم. الناس اللي هي تعتبر بتعمل أشياء illegal يعني غير قانونية. Did you hear that Sam got busted speeding? Did you hear, يعني سمعت, that Sam got busted speeding? هنا got busted معناها تقبض عليه speeding بسبب السرعة, يعني مخالفة السرعة انه عدى الليميت المسموح به. مثال آخر, there were two kids who were busted cheating in their exams. There were two kids, كان في طفلين, who were busted, اللي تمسكوا, cheating in their exams, وهم بيغشوا في اختبارهم. Now have a blast. Have a blast. The normal definition of the word blast, التعريف الطبيعي لكلمة blast means big explosion. Big explosion, يعني انفجار ضخم. دايما تسمع أو تقرأ في الأخبار على سبيل المثال, two men were injured and taken to hospital from a bomb blast. Two men were injured and taken to hospital. يعني اثنين من الرجال أصيبوا وأخذوا إلى المستشفى from a bomb blast, من انفجار قنبلة, from a bomb blast. لكن have a blast معناها مختلف تماما عن كلمة explosion اللي هي انفجار. Have a blast to have a great fun. To have a great fun, يعني يستمتع جدا. For example, اثنين بيتكلموا مع بعض, الأول بيسألوا how was the concert? How was the concert? كيف كانت الحفلة الموسيقية؟ الثاني رد عليه وقال له it was awesome, everybody had a blast. It was awesome, كانت رائعة. Everybody had a blast, يعني الجميع had great fun, يعني استمتع جدا. بشكر الشخص دعاني على حفلة واستمتعت بيها مثلا, أقول له thanks for inviting me to the party last night, I had a blast. Thanks for inviting me to the party last night. أشكرك على دعوتي للحفل أمس. I had a blast, يعني استمتعت جدا. I had great fun. أتمنى تكونوا استفدتوا من الكلمات اللي قدمتها لكم اليوم, ويريد تكرروها over and over again to stay with you forever, عشان تفضل معاكم للأبد. Wish you good luck. See you soon. Bye bye.